بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الرابع ابتدائي، ازيكم حبايبي؟ هناخد يا ولاد استراتيجيات القسم. عندنا طريقتين يا ولاد بنحل بيهم القسمة. أول طريقة نموذج مساحة المستطيل. بصوا معايا كده حبايبي، لما أجي أقسم العدد 547 على 4، العدد ده بيتقسم إزاي؟ كل اللي هنعمله حبايبي هنقسم المستطيل، يعني ترسم مستطيل كبير كده وتقسمه 3 خانات، خانة للأحاد وخانة للعشرات وخانة للمئات، وبتكتب المقسوم عليه هنا اللي هو الأربعة. عندك العدد 547 على الأربعة. بتيجي الأول تشوف 5 في المئات دي معناها 500، وهنا العدد 4 في العشرات ب40 و7 في الأحاد ب7. طيب بتيجي تشوف 4 في كام قريبة ل500، يعني انت الخانة دي تبقى جدول للمية. خانة 4 في ايه؟ في 100، ب400 قريبة. تكتب هنا كام؟ 400. يبقى انت ضربت 4 في 100 اول خطوة خالص، 4 في 100 ب400، 400 هتنقصها من العدد 547. تمام؟ يبقى انت بتعمل ايه؟ بتقوم شايف الرقم اللي على الشمال ده، 500 هتقسمها على 4. 100 في كام قريبة لل500؟ 100 في 4، تقوم كاتب هنا ال 100 وهنا ال 4 اهي. ال400 دي هتنقصها من العدد، تقوم جاي عند ال547 تنقص منها ال400، مفهوم كده؟ ها كمل معايا كده. ال400 نقصها من العدد، 7 ناقص 0 ب7، و4 ناقص 0 ب4، و5 ناقص 4 ب1، بقت 147. ترجع تشوف بعد كده ال147 دي ال4 تتضرب في مين؟ يعني عدد احاد وصفر، يبقى قريب للايه؟ ل147. يعني تشوف ال4 في كام؟ الأربعة في 30 هتديك 120، لكن لو ضربت 4 في 40 هيديك 160. يبقى أنت بتشوف عدد أوله صفر، يعني 40 ولا 30 ولا 50 ولا 60، إيه العدد اللي هيتضرب في 4 يبقى قريب أو أصغر يا ولاد من العدد 147. لو أنت ضربت 4 في 40 كبيرة ما تنفعش، يبقى تاخد 4 في 30 هي القريبة، يبقى 4 في 30 ب120، فتقوم كاتب هنا 30، وتقوم كاتب هنا كام؟ ال120 بتاعتك. طيب ال120 دي هتنقصها من ال147، تيجي عند ال147 تنقص منها ال120، 7 ناقص 0 ب7، و4 ناقص 2 ب2، طلع معاك 27. ترجع تقسم ال27 على 4، شوف 4 في كام قريبة لل27، ال4 في 6 ب24، تكتب هنا 6، وال4 في 6 بكام؟ ب24، تقوم كاتب هنا 24. هيتبقى معاك كام يا ولاد؟ هيبقى معاك 3، ال 24 قريبة، يبقى الباقي 3 ده خارج القسمة. هتيجي بعد كده بقى تاخد ايه؟ الأعداد اللي عندك دي تكتبها. يعني أنت بقى ظهر عندك 24، وظهر عندك كام؟ ها؟ 120، وظهر عندك كام؟ 400. ماشي، دي النواتج. هتقوم جامع مين بقى؟ الستة دي مع ال30 مع ال100، وتقول له والباقي 3، يبقى الناتج اللي هيطلع 100 زائد 30 زائد 3، 136، وتقول له والباقي 3. فهمتوا الطريقة دي؟ فهمناها ولا لسه؟ أقولها تاني؟ ماشي أقولها تاني. أقول تاني، 547 كانت على 4، عملنا إيه؟ كتبنا هنا 4، وشوفنا 4 في 100 تديك 400 هي القريبة، لأن الخانة دي خانة المئات. ال400 نقصناها من العدد نفسه اللي هو 547، إداك 147. ال147 بنشوف 4 في كام قريبة ل147؟ ال4 في 30 ب120، نكتب هنا 30 وهنا ال120 اهي. ال120 دي تنقصها من ال 507 من العدد بقى اللي قبليه على طول اللي هو كان كام؟ 147. هيبقى معاك ايه؟ 27. 27 على ال4 فيها 6، وتبقى كام؟ وتبقى 3، لان 4 في 6 ب24 يبقى 3. الباقي 3 اتكتب، يبقى خارج القسمة 136 والباقي 3. طيب تعالى نشوف، تعالى يا ولاد نشوف تمرين تاني، نحل تمرين كتير على الاستراتيجية دي عشان تفهموها. يعني مثلا هناخد تمارين كتير يا ولاد عشان تبقوا شطار. ماشي، اكتبوا ورايا كده، اكتبوا ورايا يا حبايبي. هنا مثلا العدد 536 عايزين نقسمها على ال4 مثلا. مسألة تانية برضو على ال4، هنقوم عاملين على طول كده مستطيل اسمها استراتيجية الايه يا ولاد؟ مساحة المستطيل. نموذج مساحة المستطيل. تمام، تعالوا كده نقسم الشكل بتاعنا
ده عايزين نحل المسألة، هنعمل ايه؟ نقسمها 3 خانات. ليه؟ لأن الخانة اللي هنا أحاد، عشرات، مئات، احنا بنقسم على 4، نكتب 4 هنا. طيب 536 قول 4 في 100 بكام؟ ب 400 القريبة، لكن لو 5 في 100 مش هتنفع، 500. وهنا ايه؟ عايزين نطرح منها، يبقى منها عدد، يعني الأقرب، الأقرب ليها يعني ما يعدهاش، يعني الأربعة في 100 بكام؟ ب 400. يبقى أنا هكتب هنا كام؟ 100، والأربعة في 100 ب 400. 400 نقصها من العدد ده، يبقى 536 ناقص 400. 6 ناقص 0 هي 6، و3 ناقص 0 هي 3، و5 ناقص 4 ب 1، بقت 136 هي الباقي. 136 على 4، هنا عدد هيكون أحاده صفر، يعني مثلا أشوف 20 ولا 30 ولا 40، هنا 136. لو قلت العدد 3 في 4 ب 12، لو خدت 4 في 4 ب 16 كبيرة، يبقى ناخد ال 3 في 4 ب 12 قريبة، يبقى 120 قريبة. يبقى اهي 3، ركز معايا كده، 3 في 4 ب 12 يعني 30 في 4 ب 120 قريبة ل 136. تقوم كاتب ال 120 بتاعتك هنا اهي، لان لاحظ ان دي مساحة مستطيل، طول في عرض، يعني تنقص ال 120 بقى من ال 136، مفهوم كده؟ ها 136 ناقص 120، 6 ناقص 0 هي 6، 3 ناقص 2 بإيه؟ 1، 1 ناقص 1 بصفر. اتبقى معاك 16، ال 16 دي تقسمها على 4، فيها كام يا ولاد؟ 16 على 4 فيها 4 تنفع، يبقى خلاص كده خلصت. يبقى هنا 4 وهنا 4 في 4 بكام؟ ب 16، مفيش باقي. يبقى خارج قسمة العدد 536 على 4 هيديني 134. طبعا عايزين نتأكد بالطريقة المعتادة، 5 على 4 فيها الواحد، الطريقة السهلة بقى احنا عارفينها يا ولاد، 5 على 4 فيها الواحد بتبقى 1، 13 على 4 فيها التلاتة، يعني التلاتة في 4 ب 12 وتبقى 1، 16 على 4 فيها الـ4. دي أسهل طريقة طبعا في الحل، ولكن دي طريقة إيه؟ نموذج المستطيل، احنا بنتمرن عليها عشان نبقى فاهمين طريقة نموذج المستطيل. تمام؟ ناخد مسألة كمان برضو من نموذج المستطيل. عندنا مسائل اهي في الكتاب كتير، بيقول لي استخدم نموذج مساحة المستطيل لإيجاد خارج قسمة كل مما يلي. تعالوا ناخد مسألة برضو تانية يا ولاد، زي 810 كده على 9، هناخد مسائل من الكتاب ونحلها. عدد فيه 3 أعداد أهو، أول حاجة بتشوف يعني المستطيل بتاعك هتقسمه 3 خانات، لأن عندك أحاد وعشرات ومئات أهو، قسمه 3 خانات. تمام؟ 810 على 90، هتكتب هنا على 9 التسعة. على 9، 810 على 9، هنكتب هنا 9. تمام؟ بعد كده بنيجي نقسم ازاي؟ انا 810 على 9، بتبص للرقم اللي على الشمال اللي هي 8، ال8 دي على 9 مش هتنفع، صغيرة، يبقى احنا عندنا ايه؟ صفر اهو، صفر في 9 بايه؟ بصفر، مينفعش. الصفر نقصناه من 810 بقى 810. طيب بقت عندك هنا مين؟ العدد التاني الباقي 810 على 90، عايزين عدد أحاده صفر. لو قسمنا 81 على 9 هيديني كام؟ تسعة. 9. جميل، يبقى هنكتب هنا 90، 9 في 9 81 أهي، وننزل جنبها الصفر. نرجع نطرح ال 810 من 810 هيديني إيه؟ 810 ناقص 810 بصفر أهو، صفر في 9 بإيه؟ بصفر. يبقى الناتج خارج القسمة هيطلع معانا بكام يا ولاد؟ ب 90، لأن مفيش باقي. شوف مسألة كمان، ناخد عدد مثلا زي 89 على 7. المسألة ده يا حبايبي 89 على 7، خد بالك في مسائل فوق عايزين نكتب هنا المسألة، هو حللها وانت عايز تكتب المسألة في التمرين اللي فوق ده. تعالوا نحل مسألة كده من اللي تحت الأول نكملها، اللي احنا قلنا عليها اللي هي يا ولاد 89 على 7. بص يا حبايبي، المستطيل هنقسمه خانتين بس، ماشي يا ولاد؟ ليه؟ لأن أنت عندك في رقمين، فتكتب هنا 7 زي ما هي كده، 89 على 7. ها هنيجي عند الرقم اللي على الشمال اللي هو 80، 7 في كام؟ دي طبعا أحاد والعشرات، 7 في 10 ب 70. ب 70، ال 70 نقصها من ال 89، 89 ناقص 70، 9 ناقص 0 هي 9، 8 ناقص 7 ب 1، يبقى معاك 19، 2 في 7 ب 14، نكتب هنا 2 و2 في 7 بإيه؟ ب 14، اتبقى كام؟
ادي من 14 ل 19، 14 لحد 19 بقى 5 اهو، يبقى الباقي 5. يبقى احنا عندنا هنجمع 10 زائد 2 يديك 12. بتجمع بقى النواتج دي مع بعضها، 10 زائد 2 ب 12، كأن انت بتضرب الطول في العرض وتقول له الباقي كذا والباقي 5. هتقول والباقي، لاحظ معاني ده مستطيل عشان اللي مش فاهم، ده مستطيل عشان تجيب مساحته بتضرب الطول في العرض. 7 في 12 هتلاقي ب 84، وتبقى معاك ايه؟ 5. فهمتوا طريقة المستطيل؟ تعالوا بقى نشوف المسألة اللي فوق دي، هي محلولة وانت عايز تكتب التمرين، عايز تكتب المسألة أصلا، يعني تقدر تكتب المسألة معايا ولا لأ؟ هي المسألة دي مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها باقي. طب هي عبارة عن ايه؟ ده طول، ركز، الطول ب 18 والعرض بكام؟ اتنين، ب 2. التمنتاشر في اتنين بكام؟ مجموع دول 36، صح؟ يعني معنى كده، ده المقسوم اهو، يعني معنى الكلام ان دي هنحلها ازاي؟ نقول 36 36 في على اتنين الاتنين بيساوي بيساوي 18. تمنتاشر. فهمتها؟ بقول تاني، بقوم جمع المساحتين اللي هي 36 20 و16، واقوم ايه؟ قاسم على الاتنين، هيديني الناتج مجموع 10 و8 18. شطار. طب اللي بعدها نفس الكلام، اجمع المساحتين، ها 56 زائد 88 ده المقسوم يا ولاد، 6 و8 14، 4 ونطلع بالواحد، على 5 بقى 6، 6 و8 14 اهي، هتتقسم على الثمانية هيديك الناتج 18 اللي هو 7 زائد 11. فهمته؟ ها فهمنا كده؟ هقولها تاني، يبقى المساحتين دول هنجمعهم مع بعض، ده العدد المقسوم وده المقسوم عليه وده خارج القسمة. المسألة اللي بعدها فيها باقي اهي، الباقي 3، يبقى أول حاجة بتقوم مزودها على العدد اللي فوق ده، ماشي؟ يعني المسألة دي ما تيجي تتحل هتجمع الثلاثة مع العدد ده فوق، لأن أنت عندك قاعدة بتقول لك المقسوم، قاعدة يا حبايبي افهم كده معايا، المقسوم بيساوي المقسوم عليه في خارج القسمة زائد الباقي. يبقى لو ما كانش في باقي كنا هنعمل ايه؟ 111 هنا، لكن في باقي هتقوم مزوده على مين؟ على 555، تبقى 500 كام؟ 53. تقوم كاتب المسألة بتاعتك دي تبقى ايه؟ تقوم قايل له انها 555 زائد 3 يبقى 500، ها 58. انت زودت 3 اهوت على مين؟ على العدد. يبقى انت جمعت 500 زائد 55 زائد 3 بقت 558، وتقوم قاسمها على 5 كده هيديك الناتج كام؟ 100 زائد 11 111، والباقي 3. تقوم كاتب له والباقي 3. فهمته؟ يبقى لما يكون في باقي يا اولاد لازم نجمعه مع العدد اللي فوق مع المقسوم. فهمته؟ طب امتى نعملها كده؟ لو ما كانش في كلمة باقي كنت انا جمعت 500 زائد 55، 555 على 5 ف 111، لكن لو في باقي هتزوده هنا، الباقي 3 تتجمع على العدد ده، فيبقى المسألة بتاعتك ايه؟ 558 على 5 بيساوي 111 والباقي 3. يبقى المسألة، عايزين بقى نكتب المسألة بتاعتنا، يبقى المسألة بتاعتك هتبقى عبارة عن ايه؟ 558 على 5. هو عايز المكتبة المسألة بس تكتبها. فهمته؟ طيب في مسألة اهي تانية مفيش فيها باقي، يبقى احنا عشان نكتب المسألة هنجمع المساحات كلها، يديني الايه؟ المقسوم 300 زائد 6 زائد 18 ب 300 وكام؟ ها اجمع كده، 8 و0 هي 8 و6 و1 7، 378 على 6. يبقى دي مسألة القسم. الناتج بقى 50 زائد 10 زائد 3 يبقى 63 اهو. فهمتوا كده؟ طيب دي هنا باقي القسمة 5، يبقى هنجمع 540 زائد 72 زائد 18 زائد 5، كل ده على 9، ماشي؟ يبقى الخمسة هزودها معاهم فوق، نجمع كده 5 زائد 8 او 18 زائد 5 ب 23 اهي، زائد 72 زائد 540. تعالوا بقى نحلها مع بعض يا ولاد، يبقى احنا بنلاقي في باقي لازم نجمعه فوق، ماشي كده؟ 5 زودناها على ال 18 بقت 23، زائد 72 زائد 540، 3 و2 5، 7 و2 9، 3 و2 5، 5 و0 هي الخمسة يا ولاد، شايفينهم؟ 7 و2 9، 9 و4 13، 9 اهو، 9 و4 13، 3 ومعايا الواحد على 5 بقى 6، كل ده على 9. يبقى دي مسألة ايه؟ القسمة. المسألة اللي بعدها هنعمل يا ولاد برضو نموذج، بيقول لي استخدم نموذج مساحة المستطيل في ايجاد خارج القسمة. هنا العدد
700 65 على الخمسة. تعالوا نحلها يا ولاد مع بعض، هنعمل مستطيل اهو. هنا الخمسة وهنقسمها 3 خانات، هنا خانة المية وهنا خانة العشرات، المئات يعني، وهنا خانة العشرات وهنا خانة الآحاد. هنا 5 في 100 500، هي القريبة للعدد العدد ده. لو خدنا هنا 200 هتبقى 1000 أكتر، مش هتنفع، فناخد 5 في 100 و500. ترجع ال 500 تنقصها من العدد اللي عندك، ال 500 تنقصها من العدد 765، نقص منها 500 وطلع الناتج. 5 ناقص 0 ب 5، 6 ناقص 0 ب 6، 7 ناقص 5 ب 2، بقت 265. ال 265 على العدد 5، هناخد مين في العشرات يبقى قريب؟ لو انت خدت هنا 0، قلنا 5 في 5 ب 25 هي القريبة، حط 0 هنا كده وهنا 5، يبقى 5 في 5 ب 25 وجنبها 0 اللي هي ال 250. مفهوم كده؟ يبقى هناخد ايه؟ ال 250 بتاعتنا عشان نكون ايه؟ العدد. يبقى انت عندك 500، لو زودت عليها كام؟ 265، هيديك الناتج اللي هو 765. دايما بتتأكد وانت بتحل. طب ما هنعمل ايه؟ الخمسة في 50 ها بكام؟ ب 250. بنضرب الطول في العرض يعني، 5 في 50 ب 250. طب ال 250 دي هنقصها من مين؟ من العدد اللي عندنا اللي هي 256، يبقى 265 ناقص ال 250. 5 ناقص 0 هي الخمسة، 6 ناقص 5 ب 1، 2 ناقص 2 ب 0. اتبقى معاك 15. 15 على الخمسة، الخمسة في كام قريبة ال 15؟ هي الخمسة في 3. الخمسة في 3 ب 15، نكتب هنا 3 وخمسة في 3 ب 15. كده المسألة انتهت، مفيش فيها واقي. تجمع بقى 100 زائد 50 زائد 3، يبقى 153 اهو. يبقى قلنا 7، طب عايزين نتأكد، 7 على 5 فيها 1 واتبقى معانا 2، 26 على 5 فيها 5 واتبقى 1، 15 على 5 فيها 3. فهمتوا؟ يبقى عايزين نتأكد من المسألة، بتجمع طبعا مساحات، ترجع لأصلها 5 و0 هي الخمسة، 1 و5 ب 6، وهنا 2 و5 ب 7. يبقى طلعت المسألة مظبوطة يا ولاد. هنكمل مع بعض الطريقة التانية، استخدام خوارزمية خارج القسمة بالتجزئة. يعني لما اجي اقسم العدد 547 على 4 بقسمها ازاي؟ بعمل العلامة دي يا ولاد، اسمها القسمة بالتجزئة، علامة القسمة المطولة دي، ركز معايا كده. بنجيب هنا العدد 4 اللي هو المقسوم، المقسوم عليه هو يا ولاد 4، وهنا المقسوم 547. نفس الطريقة اللي خدتها من شوية، هنا 5 على 4، 5 على 4 فيها 1، 5 فيها 4 واحدة، وعشان هي في المئات يبقى أنا هضرب في 100، يبقى 5 على 1، 5 على 4 فيها 1 ماشي، ويبقى 1، هي القريبة يعني. الخمسة فيها كام 4؟ الخمسة فيها 4 واحدة، تقوم كاتب 1 هنا، جنبها 0 لأن هي في المئات، معنى الكلام إن 4 في 100 ب 400، وتقوم طارح 5 ناقص 4 ب 1، 4 ناقص 0 ب 4، و7 ناقص 0 ب 7، يعني 547 ناقص 400 هيديك الناتج 147، 7 ناقص 0 ب 7، و4 ناقص 0 ب 4، و5 ناقص 4 ب 1، بقت 147 على الأربعة. ننتقل للخانة اللي بعدها اللي هي خانة العشرات، يعني دي 14 على 4، 14 على 4، 14 على 4 فيها 4 و 4 في 4 ب 16 كبيرة، يبقى 3 في 4 ب 12 هي قريبة، يبقى ناخد 3 عشان هي في العشرات، 4 تبقى 30 اهي. يبقى انت خانة الأولى خانة المئات، الخانة اللي بعدها خانة العشرات، يبقى 14 على 4 قريب ليها 3، 3 في 4 ب 12، تضرب ال 30 تخدتها دي في العدد، تحط الصفر وتلاتة في 4 ب 12، وتطرح 7 ناقص 0 ب 7، 4 ناقص 2 ب 2، 1 ناقص 1 ب 0، بقت 27 على 4. الأربعة في كام قريبة لل 27؟ الأربعة في 7 ب 28 كبيرة. لا، الأربعة في 6، هم واخدين اللي قبلها 6، الأربعة في 6 ب 24، هنطرح ويتبقى 3، يبقى 3 دي باقي. تاخد بقى الأعداد دي كلها تجمعها،
ده عبارة عن خارج القسمة وده الباقي، يبقى 100 زائد 30 زائد 6 ب 136. يبقى الناتج بتاعنا كام يا ولاد؟ 136 أهو، والباقي 30. والباقي 3. يبقى بالتالي العدد اللي هو 547 على الأربعة هيديني الناتج 136 والباقي 3. دي اسمها طريقة ايه؟ القسمة بايه؟ خوارزمية ايه؟ التجزئة. خلاص كده يا ولاد؟ فهمتوا كده؟ واضح كده يا ولاد شايفينها؟ طيب نشوف مسألة كمان. مسألة كمان يا ولاد، استخدم خوارزمية خارج القسمة بالتجزئة في إيجاد خارج قسمة ما يلي. نبدأ من الأول كده، 140 على 3. ماشي، هنبدأ بأول مسألة معانا شايفينها، 140 على 3 ونحلها. أهو بنعمل علامة القسمة يا ولاد، أهي نكتب هنا المقسوم 140 وهنا 3 المقسوم عليه. هنقسم من الشمال، 1 على 3 ما ينفعش، صغيرة، يبقى ناخد 14. 14 على 3 في 3 في كام؟ قريبة لـ 14. 4. 3 في 4 ب 12، وعشان هي في العشرات، الأربعة في العشرات حطينا جنبها صفر، بقت 40 يعني، لأن الواحد صغيرة، فانتقلنا للخانة اللي بعدها اللي هي خانة العشرات. أرجع أضرب الـ 3 في 40، 3 في 0 ب 0، و3 في 4 ب 12 ونطرح. 0 ناقص 0 هو 0، 4 ناقص 2 ب 2 وننزل الصفر، بقت 20 على 3. 3 في كام قريبة لـ 20؟ 3 في 8 ب 24 كبيرة، يبقى 3 في 6 ب 18. 20 ناقص 18 هيتبقى ايه؟ 2، يبقى الباقي 2 اهو. يبقى خارج القسمة هيبقى هجمع 40 زائد 6 ب 46 واقول له والباقي 2. يبقى خارج القسمة يا ولاد للمسألة اللي معانا بيساوي 46 والباقي 2، لازم نكتب له كده. تمام؟ طيب المسألة اللي بعدها، يلا يا حبايبي اللي بعده. ها هنا 500، دي 885 على 5. شايفينها كده يا ولاد؟ المسألة دي هنحلها، ركز معايا كده يا حبيبي يلا. ها يلا نشتغل. 8 على 5، هنبدأ من الشمال خانة المئات، 8 على 5، 8 على 5 فيها الواحد، يبقى 3 طبعا، يعني القريبة، يعني 8 على 5 فيها الواحد، لأن 1 في 5 هي القريبة. تمانية على خمسة في الواحد هي القريبة، بقى 3. ترجع تضرب الواحد في 5، بس خد بالك الواحد ده في المئات، يبقى نزود صفرين، يبقى 5 في 100 ب 500. نطرح 8 ناقص 5 ب 3. ماشي يا ولاد، طرحنا اهو، 5 ناقص 0 هي 5، و8 ناقص 0 هي 8، و8 ناقص 5 ب 3، بقت 385 على الايه؟ على 5. هنيجي برضه نقسم من الشمال، 3 على 5 ما ينفعش صغيرة، يبقى ناخد 38 على 5. 5 في كام قريبة لـ 38؟ جدول ضرب 5، عندك الـ 5 في 7 بـ 35 هي القريبة، يبقى تكتب هنا 7. تمام؟ وخد بالك التمانية دي كانت في العشرات، يعني انت خدت الأولى خانة المئات، الخانة اللي بعدها عشرات، يبقى تزود جنبها صفر كده، اوعى تنساه. تضرب بقى الـ 70 دي في 5، 0 في 5 بـ0 أهو، 5 في 7 بـ 35. بعد كده بنقص، 5 ناقص 0 بـ5، 8 ناقص 5 بـ3، 3 ناقص 3 بـ0، ها بقت 35 على 5 فيها ايه؟ 7. دي قسمة منتهية يا ولاد، يديك الناتج كام؟ هنا اصفار في الآخر أهو، 100 زائد 70 زائد 7، يبقى الناتج هيطلع بـ177، يبقى خارج القسمة 177. مفهوم كده؟ طيب التمرين اللي بعده، هنا بيقول لي 800، لا العدد 256 على 8. ماشي يلا حبايبي، هنعمل علامة القسمة اهي برضو كده، اسمها خوارزمية القسمة يا ولاد بالتجزئة. ماشي، عشان لو طلبها منك. بنيجي نجيب المقسوم هنا يا ولاد، المقسوم بيتكتب الأول كده، وهنا المقسوم عليه، وخارج القسمة نبقى نكتبه فوق. هنا 8 اهيت، وخارج عايزين خارج القسمة. طيب 256 على 8، الاتنين على 8 صغيرة ما ينفعش، يبقى ناخد العدد 25 على 8. 8 في كام قريبة لـ 25؟ جدول ضرب 8، فكر كده، 8 في 3 بـ24 هي القريبة، ونزود جنبها صفر، لأن العدد 5 ده كان في العشرات، فنضرب 30 في 8، 0 في 8 بـ0، و3 في 8 بـ24. نطرح، 6 ناقص 0 هي 6، 5 ناقص 4 بـ1، 2 ناقص 2 بـ0، يعني 16 على 8.
16 على 8 فيها الاتنين، الاتنين في 8 ب16، نجمع بقى دول مع بعض يديك 32، يبقى خارج القسمة هيطلع معانا 32. ها فهمتوا الطريقة؟ أقولها تاني، بتيجي تقسم من الشمال 2 على 8 ما ينفعش، خلاص يبقى كده خانة المئات مشت، ماليش دعوة بخانة المئات، هاخد خانة العشرات بقى، الرقم اللي في العشرات مع اللي جنبه. 25 على 8 فيها التلاتة، يبقى 3 في 8 ب24، وأكتب جنبها صفر لأن خدت خانة العشرات، مفهوم؟ بعد ما بنضرب بنطرح، وبتنزل عليه الدور 16 على 8 فيها الاتنين، طريقة جميلة يا ولاد. تعالوا نشوف اللي بعده، مسألة تانية اهي، بيقول لي هنا 400، لا دي مش 400، كام؟ 389 على 4، شايفينها؟ تمام، 389 مقسومة على الأربعة أهي. يلا نعمل علامة القسمة تاني ونحل. هنا المقسوم عليه 4، وهنا اكتب معايا حبيبي، يلا اكتبوا يا ولاد. 389 على 4، اقسم الشمال 3 على 4 برضه صغيرة مش هتنفع. يبقى كده خدت المئات خلاص مش هشتغل عليها. هاخد خدت العشرات مع المئات اللي هي 38 على 4. الأربعة في كام قريبة لل38؟ ها الأربعة في كام؟ ها فكر فكر كده، الأربعة في 9 ب36، هي القريبة صح؟ 9 اهي، وتقوم حاطط جنبها صفر لأن الرقم اللي ده التمانية في العشرة. تضرب بقى التسعين دي في 4، صفر في 4 بصفر، 9 في 4 ب36، وبعد كده تطرح 9 ناقص 0 ب9، 8 ناقص 6 ب2، 3 ناقص 3 بصفر، بقت 29 على 4. 29 على 4، الأربعة في 9 ب36، الأربعة في 7 ب28 قريبة، يبقى تاخد 7 وهنا 28، تطرح يبقى 1، يبقى الباقي 1، في عندك باقي 1، وخارج القسمة تجمع دول، يبقى اديك هنا كام؟ 97. طيب مسألة تانية، هنا العدد 1830 على 6 أهي، 1830 على 6 ماشي، اسم الشمال 1 على 6 مش هينفع، يبقى كده خانة الألوف راحت، مش هينفع أشتغل مع خانة الألوف معايا. ها بقت 18 على 6، 18 على 6 فيها التلاتة، وعشان التمانية دي في المئات، أول رقم عملت تحت الشرطة أهو مئات، يبقى أحط جنبها صفرين، أضرب 0 في 6 بصفر، 0 في 6 بصفر، 3 في 6 ب18، اطرح 0 ناقص 0 صفر، 3 ناقص 0 ب3، 8 ناقص 0، ها 8 ناقص 8 بصفر، 1 ناقص 1 بصفر، يعني 30 على 6. ها 6 في كام ب30؟ 6 في 6، ها 6 في كام ب30؟ أيوة، ها فكر 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 كده يا ولاد، 6 في كام ب30؟ ها 6 في 6 ب36 كبيرة، شوف اللي قبلها، 6 في 5، 6 في 5 30. ماشي، يبقى هنا 5 وهنا 30، ونطرح من بعضه يديك كام؟ خارج القسمة 300 زائد 5 ب305. حاجات جميلة يا ولاد وسهلة. السؤال اللي بعده، يلا يا حبيبي اكتب معايا، اكتب يا ولاد. هنا بيقول ايه؟ 1439 على 7. ها 1439 على 7. اقسم الشمال 1 على 7 تنفع؟ ها تنفع يا ولاد؟ ها يبقى الخانة بتاعت الألوف مش هتنفع لأن الواحد صغيرة، فاهمين كده؟ الرقم ده صغير مش هينفع، يبقى أنا هحط صفر كده وما اخدهاش يعني. بقت 14 على 7، 14 على 7 فيها كام؟ 14 على 7 فيها الاتنين أهي، وعشان الأربعة في خانة المئات يبقى أنا بزود جنبها صفرين، نقوم ضاربين بقى الميتين دي في 7، يبقى أنت بعد ما كتبت الناتج اللي نفع، صفر في 7 بصفر، اضرب من اليمين، وصفر في 7 بصفر، واتنين في 7 ب14 اهو، ارجع نقص 9 ناقص 0 9، و3 ناقص 0 ب3، و4 ناقص 4 بصفر، و1 ناقص 1 بصفر، بقت 39 على 7. ها 7 في كام قريبة لل39؟ فكر كده، 7 في كام قريبة لل39؟ ها عندك الخمسة في 7 ب35، 6 في 7 ب42 صح، يبقى 42 كبيرة، نرجع بقى الخمسة في ايه؟ في 7، سهلة؟ ايوه شطار، نقوم كاتبين الخمسه بره كده، جدعان جدعان يا ولاد، 5 في 7 ب35 يا ابطال. يلا هنطرح، يبقى الباقي كام؟ 4، يبقى دي قسمه غير منتهيه، فيها الباقي ب4، وخارج القسمه 200 زائد 5 نجمعهم تبقى 205. يلا يا حلوين، اللي بعده مين الشاطر اللي هيحل دي؟ يلا يا بطل ماشي، قول معايا يلا ماشي.
هنا بيقول العدد 5159 على 9. علامة القسمة المطولة بتاعتكم اهي يا أولاد، شايفينها؟ اسمها خوارزمية ايه؟ خارج القسم مش يا مستر للتجزئة. اللي كانت كده اهو كده اهو. اه دي القسمة التانية اللي هي القسمة المطولة، لكن احنا بنحل بطريقة اسمها خوارزمية ايه؟ القسمة المطولة. ماشي، هات ورقة تانية نحل فيها. يلا تمام ماشي، نعمل خط كبير كده. اكتبوا ورايا يا ولاد الشاطر، يحل معايا عشان تبقوا ممتازين كده في المسائل. ماشي، اتعلم معايا كده وحل المسألة، وممكن توقف الفيديو تحلها وتشوف حلك زيي ولا لأ. تمام، مفيش مشكلة خالص. يلا يا حبايبي كده هنحل التمرين اهو. علامة القسمة المطولة اسمها خوارزمية الايه؟ القسمة بالتجزئة. تمام، العدد هنا 5159 على 9. 5 على 9 مش هتنفع، صغيرة، يبقى أنا كده خانة الآلاف ماليش دعوة بيها، هاخد خانة المئات. 51 على 9، 9 في كام قريبة ل51؟ لازم تقول معايا بقى، لازم تقولوا معايا يا ولاد. ها، 51 على 9، 9 في كام قريبة ل51؟ ها فكر كده. 72 كبيرة؟ لا دي بعيدة أوي. شوف هي واحد، 7 في 9 اه بكام؟ 63. اه لا، 7 في 9 ب63. تمام، 5 على 9 مش هتنفع، يبقى 51 على 9. 9 في كام قريبة ل51؟ 9 في 5. تمام، 9 في 5 ب45، وكاتبين هنا 5 500 وجنبها صفرين لأن هي في خانة المئات. نضرب بقى من اليمين. بص، 0 في 9 ب0، 0 في 9 ب0، 5 في 9 ب45. نطرح 9 ناقص 0 هي 9، 5 ناقص 0 هي 5، 1 ناقص ايه؟ 5 مينفعش. احنا قلنا دي 45 مش كده؟ اه 45 ماشي. 1 ناقص 5 مينفعش، نستلف. 11 ناقص 5 هيديني 6، 4 ناقص 4 ب0. ننتقل للخانة التانية اللي هي خانة العشرات، بقت هنا 65 اهي على 9. 4 في 9 ب36، 5 في 9 ب45، 6 في 9 ب54، 7 في 9 ب63 هي القريبة لل65. تمام، يبقى نكتب هنا 7 وجنبها 0 لأن هي الرقم في العشرات 5. 0 في 9 ب0، 7 في 9 ب63، ونطرح 9 ناقص 0 هي 9، 5 ناقص 3 هيديك 2، و6 ناقص 6 ب0، بقى 29 على 9. ها، 9 في كام قريبة ل29؟ 9 في كام يا ولاد؟ 9 في كام قريبة ل29؟ فكر كده وقول لي. يلا، 9 في 3، 9 في 3 ب27 هي القريبة، تكتب هنا 3، 3 في 9 ب27. تطرح يتبقى 2، الـ2 دي اسمها الباقي، وتجمع دول مع بعض يبقى 573، ده خارج القسمة، والباقي 2، ده الباقي بتاع القسمة. طيب مسألة كمان، هنا يقول العدد 734 على 4. يلا يا حبايبي نعملها استخدام خوارزمية القسمة. هنا المقسوم 7000. اه هنا المسألة بنحلها يا ولاد 734 على 4 اللي احنا قلناه. يلا من الشمال، 7 على 4 فيها الواحد، ها قريبة يعني، 7 فيها الـ4 موجودة مرة واحدة. 7 فيها كام 4؟ 7 فيها 4 واحدة. مرة واحدة، وتبقى 3. يبقى انت هتاخد واخد هنا واحد تكتبه وجنب صفر لان الـ7 دي كانت في خانة المئات. ماشي، اضرب يلا. ها، 0 في 7، 0 في 4 بصفر، 0 في 4 تاني صفر، 1 في 4 4 ناقص 0 4، 3 ناقص 0 3، 7 ناقص 4 بيساوي 3. اهو تعالى بقى نقسم من الشمال، 33 على 4، 4 في كام قريبة ل33؟ 4 في كام قريبة ل33؟ ها فكر كده جدول الأربعة، الأربعة في أربعة ب16، الأربعة في خمسة ب20، الأربعة في ستة ب24، الأربعة في سبعة 28، 4 في 8 ب32، يبقى هي القريبة، نكتب 8
ونلاحظ ان احنا بنقسم العدد 33 موجود في العشرات، يبقى نحط جنبها صفرة. وبعد كده صفر في 4 بصفر، صفر في 4 بصفر، 1 في 4 بـ4. نطرح 4 ناقص 0 بـ4 و3 ناقص 0 بـ3، 7 ناقص 4 بـ3، 343. هناخد العدد اللي في خانة المئات واللي جنبيه كمان، يعني ناخد ده كله، 33 على 4 فايد 8، والآحاد بتاعها في خانة في العشرات يبقى هتزود 0. تمام، نضرب بقى، لأن 4 في 8 بـ32 هي القريبة لـ33. بعد كده بتقول له 0 في 4 بـ0، 8 في 4 بـ32. هنطرح 114 على 4 قريبة مين؟ من 14 في كام قريبة لـ14؟ 4 في كام قريبة لـ14؟ 4 في 3، يبقى 3 في 4 بـ12. نطرح الباقي معانا كام؟ 2. يبقى الناتج هيكون 183، والباقي باقي 2. مفهوم كده؟ طيب نشوف مسألة كمان. العدد 7000، هنقسم المسألة دي يا ولاد، 7830 على 5. 7830 مقسومة على 5. نقسم 7 على 5، ها 7 على 5 فيها كام؟ فكر كده، 7 فيها كام؟ 5، واحد. تقوم كاتب 1 وتقول جنبها 3 أصفار، لأن أنت عندك 7 في خانة الآلاف. تضرب بقى 0 وهنا 0 وهنا 0 وهنا 5، تضرب الألف في 5 يعني. تطرح وتنزل أهو، 0 وهنا 3 وهنا 8 وهنا 7 ناقص 5 بـ2. تمام، ها مفهوم كده. نرجع ناخد العدد 28 على 5، فيها 5 عشان هي في المئات بتزود 0 ليه؟ لأن 5 في 5 في 25 هي قريبة للعدد 28. تضرب بقى 5 في 5 في 25، اطرح اهو، 8 ناقص 5 بـ3 بقت 330. ترجع تاني تقسم العدد اللي عندك 33 على 5، فالست 5 في 6 بـ30، حط 0 عشان التلاتة في خانة العشرات. اهو 0 في 5 بـ0، 5 في 6 بـ30. تطرح عيد بقى، 30 على 5 فيها 6. وكده المسألة انتهت بتاعتك. نجمع بقى الأعداد دي كلها، يبقى هنا 0 و6 هي الستة، 6 و0 هي الـ6، 5 و0 هي الـ5، ونزل 1، يبقى 1566.